ايه تاني عايزينه من السوق؟ عايزين ايه تاني من السوق؟ عايزين نرسم يبقى فيكتور، صح كده؟ لما بتبقى فيكتور استفاد بيه، تبقى مسارات ينفع اعدل فيها. طب انا ممكن اعدل فيها في فوتوشوب، يعني ممكن اكبرها، صح كده؟ يعني ممكن اوصلها لمساحات اكبر كتير، صح كده؟ ده انا محافظ برضه على الجزء الثاني. خلينا نشوف كده، احنا لما بيبقى عندنا صوره مثلا زي دي، خلاص الصورة دي زي ما انتم شايفين كده، لو كبرت قوي كده مكسلة كده، صح؟ اذا انا ربما يحصل عندي عيوب لو خدت صور كبرتها زيادة عن اللزوم. طيب كمان زي ما احنا قلنا قبل كده، لو احنا بنعمل شكل ونحطه على حاجة صغيرة برضه هيحصل فيه مشاكل. يعني حتى لو كنت انا عامل الصورة اصلا كبيرة وبعدين حبيت اصغرها عشان احطها على بيزنس كارد مثلا، فلما تتصغر كمان بتتضغط البكسلات بتاعتها، ولما تتضغط يبقى هتضيع بعض التفاصيل اللي كانت موجوده في الصوره. عشان كده انا محتاج ان انا احول الصور الراستر لفيكتور. طبعا مش في كل الاحيان، اذا احتجت فاحنا بنتكلم عن ان احنا ازاي هنحول، خلاص؟ طيب هنرجع هنا، لو عملت فايل برضو بليس ودخلت مثلا صوره البنت، هنبتدي ان ايه نصغرها شويه كده او خليها حتى بره، مش هتفرق يعني. الصوره ديت دلوقتي انا عايز اعمل فيها ايه؟ عايز احولها لصوره مرسومه فيكتور، صح كده؟ احنا كنا قلنا في مره من المرات كده المفروض ان انا هدني دي بايه؟ البنتول، وادني ارسم في الحاجات ايه؟ كل جزئيه لوحدها، واخد كل مساحه ايه؟ تكون مختلفه، اخدها في مساحه مع بعضها عشان اللون بتاعي، وكده بقى اقدر اعيد رسم البنت دي تاني، صح؟ هيبقى شكلها كرتوني كده شويه، بس هتبقى برضو نعرف نكبرها ونصغرها زي ما احنا عايزين. طيب تعالوا بقى نشوف ممكن الاستريتور يساعدنا بايه بقى في الموضوع ده. الاستريتور ممكن يحول لك الصوره على طول الراستر دي صوره باوبشن بسيطه، بس خد بالك التحويل اللي هيتم بطريقه اوتوماتيكيه، يعني ربما مابقاش فيها تحكم قوي. هو طبعا كل شويه بيحاول يزود لي الاوبشن عشان يديني تحكم اكتر، تنظيم مجهود، بس هو اول مره كان موجود التريسنج ده ما كانش فيه اي تحكم خالص. يعني هم كام نوع يختاروا يطبقوا، خلي دورك تلعب في الالوان، تلعب مش عارف ايه وخلاص. فهنشوف برضه هو المفروض اخر فيرجن اللي احنا بنتكلم عليه ده، المفروض برضه يتغير شويه معانا او يحاول يساعدنا شويه انه يسهل علينا شويه في موضوع التريسنج. طيب لو مسكت الصوره، احنا اتفقنا ان لما بمسك راستر ايمج بيبقى في اوبشن فوق ليه علاقه بالصوره دي، اهمهم اللي احنا قلنا عليهم اللي هو الامبيد والايه؟ والايديت اوريجنال. في حاجه هنا اسمها ايه بقى؟ ايمج تريس، هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه، خلاص؟ تعالوا نضغط على ايمج تريس كده الزرار ونشوف. طبعا هو كل ما تيجي تعمل ايمج تريس ده حسب اذا كانت الصوره بتاعتك الريزوليوشن بتاعها عالي قوي، فهيرجع ينبهك يقول لك ايه، خد بالك ان ممكن الموضوع ده ياخد منك وقت شويه. احنا طبعا خدوا بالكم ان الموضوع ده ياخد منك وقت شويه، يعني احنا هنطبق كل اوبشن، هنستنى شويه على ما يقعد ينفذه عشان بياخد وقت كبير. اوكي استناه بقى لحد ما هو يقعد يعمل الحسبه بتاعته دي عشان يطلع لي الشكل زي ما احنا شفنا. خلصت دي الصوره بتاعتي، هو عمل خلاص تريسنج، دي كده بقت بس قدامي دلوقتي. هو ده بقى السؤال، الاوبشن اللي انا ضغطت عليه دلوقتي يعمل الاوتوماتيك اللي هو اللاين ارت اللي هو زي ما احنا شايفينه، خلاص؟ وخلينا اعمل كوماند زد، خلاص؟ هنروح بقى بدل ما انت تدوس على الاوبشن مباشره الاول اختار الحاجه اللي انت عايز تعملها، ماشي؟ دلوقتي الصوره اللي انا بستخدمها دي هي صوره ايه؟ صوره فوتوغرافيه ولا صوره كرتونيه ولا صوره خطوط ولا ايه بالظبط؟ صح؟ الصوره اللي قدامي دي صوره فوتوغرافيه، صح كده؟ اذا انا محتاج ان انا اعمل معاها ايه؟ ها؟ في عندي في الاخر ايه؟ فوتو ايه؟ ماشي؟ في هاي فيداليتي فوتو وفي ايه؟ لو فيداليتي فوتو، ومن معنى الاثنين كده ان في واحده هتديني ايه؟ تفاصيل اعلى شويه والثانيه التفاصيل بتاعتها هتبقى ايه؟ اقل. تعالوا نجرب التفاصيل الاعلى. برضو نفس الموضوع بيقول لي ان ممكن ياخد معاك وقت، اوكي؟ انا انتظر لحد ما ننفذ الاوبشن اللي احنا طلبناه منه. نبتدي نلاحظ كده، بس لاحظوا معايا، ركزوا معايا كده، النتيجه هتطلع دلوقتي. هي يا جماعه ايه اتحولت؟ احنا شايفين فرق كبير في هو في فرق مؤثر، في فرق مؤثر خلاص، بس الفرق شاسع زي اللي حصل من شويه. طيب تعالوا نكبر كده عشان نشوف بقى. بصوا ايه اللي حصل هنا. اللي حصل ايه يا جماعه؟ ان هو بدا يبص على البكسلات اللي قريبه من بعضها في الالوان ويروح لممهم كلهم مع بعض بس، صح كده؟ بيعمل بس واحد لكل مجموعه بكسلات متجاوره متشابهه في ايه؟ اللون. مش لازم يكون نفس الدرجه بالظبط، انما هيشتغل باسلوب الايه؟ الماجيك واند زي ما كنا بنتكلم، ان هو بيشوف ايه؟ درجه ومجموعه درجات حواليه، واخدين بالكم؟ بس هو بقدر الامكان بيحاول ايه؟ يقرب الشكل بتاعنا، بس الكلام ده عشان احنا عاملين هاي فيداليتي فوتو، واخدين بالكم؟ هاي ايه؟
فيداليتي فوتو. فعشان كده النتيجه ربما تكون قريبه جدا من الصوره زي ما احنا شايفين. طبعا هي برضو مش زي الصوره صح، بس النتيجه دي لو انا حبيت اكبر ديت اكبرها بنسبه كبيره قوي واحطها على اعلان مثلا من بعيد، لما اجي اشوفها اشوفها كويس صح، اشوف الصوره دي احسن من لو كنت عاملها راستر ايمج وبكبرها كانت هتطلع بقى مكسره اكتر. زائد ان زي ما قلت لكم برده ممكن الوضع ده اكبرها او اصغرها تطلع برده دايما بنفس الكواليتي اللي قدامي. هو بيقرا بيعمل مسح للصوره اللي انا عايز اعمل لها تريس خلاص، ويبتدي يشوف كل بيكسل والبيكسل اللي جنبه. لما يلاقي درجات البكسلات بدات تختلف يبقى خلاص هو هيقف هنا ويقفل دي على مساحه ويحط لها لون، واللي جنبها هيعملها مساحه ثانيه ويحط لها لون، وهكذا. هو ده اللي بيحصل، وهي نفس الطريقه اللي انا كنت عمال اكلمكم في ان احنا نحاول نعملها بايدينا بقى بالبين تول، نحاول احنا نمشي احنا حوالين حاجات معينه. لان انت ممكن مثلا انت لو كنت بتعملي الحواجب دي مثلا كنت هتعمليهم كلهم مع بعض في مساحه واحده وكانت هتبقى كويسه صح كده، كنت هتظبطي اكتر الحواف بتاعت العيني تمام كده. هو ده اللي انا بتكلم عليه. عشان كده دايما انا بحب ارسم الاوبشن اوتوماتيك موجود عندي، لو كان هيناسبني مفيش مشكله، انما لو مش هيناسبني المفروض ان انا يبقى ليا تدخل في الامر. طيب تعالوا نعمل تاني كوماند زد. ادي الفرق ما بين الصورتين خلاص، ده كده الفرق ما بين الصورتين. طب تعالوا نروح على نوع تاني اللو فيداليتي. انتوا فاكرين الاول خلاص احنا فاكرين كده ايه اللي حصل في التاني. طب خلينا نعمل دلوقتي لو فيداليتي اوكي، وناخد بالنا يا جماعه احنا لازم نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه والاوبشن بيعمل ايه. انا دلوقتي زي ما قلت لكم الاثنين دول هيبقوا اكتر حاجه تناسب تمام كده الصور الفوتوغرافيه تمام كده. في الاوبشن اللي بعد كده مش هيبقى مناسب. بصوا بقى ايه اللي حصل هنا. لو لما عمل لو عمل ايه؟ دمج المساحات اكتر. لما دمج المساحات اكتر بقت عامله زي ما احنا شايفين كده خلاص. يبقى اللي هو عمله في الهاي فيداليتي ده اداني ايه؟ مسارات اكتر من اللو فيداليتي صح كده؟ وكل ما انا زودت المسارات كل ما كانت الصوره تبقى. نفس فكره الايه؟ الراستر ايمج. لما بنزود الريزوليوشن تطلع الدقه بتاعت الصوره اعلى صح كده؟ ولما نقلل الريزوليوشن يطلع ايه؟ الدقه اضعف بتاعت الصوره خلاص؟ فهنا برده نفس الموضوع، بس مش عايز حد ينكر عليه اللي هو عمله، لان زي ما قلت لكم ربما يكون دي تبقى نتيجه مقبوله لحد تاني غيره. انا حسب انت عايز ايه من الصوره، انت عايز النتيجه بتاعتك تطلع شكلها ايه؟ ده ممكن يكون انت عايز اساسا تطلعها بالشكل ده، يعني يكون انا هدفي اصلا ان هي تطلع كده، واخدين بالكم؟ يبقى ساعتها الهاي فيداليتي ملوش قيمه. يبقى حسب اللي انت محتاجه الديزاينر محتاج ايه يبتدي يتعامل معاه. هعمل كومنت زد تاني، وبعدين تعالوا برده نعمل نشوف نوع تاني منهم اللي هو مثلا ايه؟ 3 كلرز. 3 كلرز ده هيعمل ايه؟ اوقعوا معايا كده. هيشيل بقيه كل الالوان ويقرب لاقرب مساحات تقريبا. بالظبط كده. يبقى هو انا لما عملت الهاي فيداليتي واللو فيداليتي هو بيستخدم عدد كبير جدا من الالوان عشان يطلع لي المساحات دي كلها صح؟ انا بقى هنا باجي اقول له ايه؟ لا ما تستخدمش الالوان دي كلها، استخدم بس ثلاثه، او اللي تحتيها على طول استخدم بس سته، او اللي تحتيها على طول اسمها استخدم بس ايه؟ 16 واحد. تعالوا نجرب مثلا الست، بلاش الايه؟ الثلاثه، نجرب الست، خلينا في الوسط كده اوكي؟ اتفرجوا على الشكل هيطلع عامل ازاي. خدوا بالكم كلهم فيهم ملامح من الشخصيه الاصليه صح؟ يعني كل الصور اللي طلعت لو انت حضرتك شفتيها وعارفه مثلا ريهام دي ولا سعاد ولا ام احمد دي هتلاقيها برده طالعه ام احمد مش طالعه ام احمد صح كده؟ تمام؟ فهم دايما هو بياخد من الصوره فهتطلع برده قريبه من الشخصيه بتاعتي مش هتطلع بعيد. انما هي زي ما قلت لكم النتيجه اللي انا بطلع بيها انا عايزها استخدمها في ايه؟ وهعمل بيها ايه؟ هي دي الفكره كلها. خلاص بصوا في عندنا احنا زي ما احنا شايفين كده ادي درجات الوان احنا قلنا له سته صح كده؟ عدوا كده معايا لو عديتهم هتلاقيهم ستة، يعني لو عدينا الالوان اللي هنا هتلاقيهم ستة ماشي؟ لو خدت ثلاثة بقى ده هتطلع يعني الموضوع صعب قوي، تعال نجرب كده اهي ثلاثة ستة طبعا صح. بس يعني في ناس بتبقى عايزاها، يعني انت ممكن تكون انت عايزها تستخدمها في التصميم بتاعك كده، تكون عايزها كده. في ناس بتعمل الجرافيتي بتاع الحوائط ده شوفوه؟ فعلا الجرافيتي ده اللي هو عايز يقللها عشان يطلع عدد اقل من قطع الستنسل او الوحدات المفرغه اللي هو هيرش عليها الاسبرين ويقوم يجمعهم مع بعض. هو لو عملهم بقى 18 ولا 20 واحد عشان يطلع كل رسمه يقعد يجيب كل واحده ويعملها ويبخ عشان يخلص صح كده؟ هو بيبقى عايزها تبقى لون او لونين على الاقصى او ثلاثه صح كده؟ عادي بصوا ادي ايه؟ دي كام لون احنا عملناها؟ دي ثلاثه لون، عدوهم هتلاقوهم ثلاث الوان ماشي؟ عدوهم هتلاقوهم ثلاث الوان. خدوا بالكم ان الثلاث الوان دول من ضمنهم اللون اللي نازل فين؟ الباك جراوند دي كان ليها لون، هو لازم برضه وهو بيعمل لك التريس بيعمل لك برضه بيعمل حسابه ان في هنا حاجه فيروح حاطط لك فيها لون زي ما احنا شايفين خلاص. كوماند زد زي ما قلت لكم النتيجه هنا مش هتبقى مرضيه ليكم،
انما زي ما احنا بنقول كل واحد زي ما احب. بصوا هنا نعمل مثلا يعني كما لو كنت انا الاول حولت الصوره دي لجراي وبعد كده بعمل لها التريس، لا هو على طول هيعمله لي درجات رمادي خلاص، ظلال رماديه هيبدا يطبقها عندي على طول. حد بقى يجي نقول له مثلا عايزين نرسم شخصيه معينه، وبعدين يجي بدل ما نرسمها اروح اعملها بالتريس بتبان وهكذا بقى. ادي يا جماعه بصوا النتيجه طلعت ايه، طلع لي نتيجه هنا بالرماديات زي ما احنا شايفين. عندنا برده في الاوبشن تاني في بلاك اند وايت، يعني ايه ابيض اسود بس، نشوفه برده هيطلعها ازاي الابيض اسود بس. تمام يا جماعه شايفين النتيجه عنده ازاي؟ لسه ما جاتش عندكم على الشبكه النتيجه بتاعتي. اللوجو بتاعك ده لما تيجي تعمليه تعمليه كام لون؟ ثلاث او اربع الوان. يبقى انت لو عملتي هنا التريس بست الوان مثلا يعني هيطلعوا لك زي المشكله. طيب يعني انت دلوقتي بتحكمي، احنا بنحكم على دي صح كده؟ احنا عمالين نحكم على دي. تعالوا جربوا مثلا دي كده، هي دي فيها كام لون؟ طيب تعالوا نعمل مثلا كده دلوقتي، نعمل ايه؟ نعمل مثلا كده، جرب اي واحد. انا عملت حاجه اسمها لاين ارت، عمل كده خلاص مش مناسبه. طيب تعالوا نشوف مثلا ايه البلاك اند وايت. خدت بالك؟ ها في اوبشن معين هيتناسب مع حاجه معينه، دي احسن ولا كات الراستر؟ ماشي النتيجه هنا افضل. طب لو انا لو طبقت على دي نفسها الهاي فيداليتي فوتو هيعمل ايه؟ كمان الحتت اللي كانت موجوده اللي هي البكسلات اللي هي الانتي ليزنج اللي احنا اتكلمنا عنها دي، دي كمان هيحط لي فيها مساحات، يبقى كده هتطلع النتيجه مش زي ما انا عايزها. بس فانت كمان لو برضو عامله انت بتعملي اللوجو، اللوجو ده بيبقى معمول على اساس مش معمول اي حاجه صح كده؟ بتبني اللوجو بتاعك عليه ثلاث او اربع الوان او لونين او لون او ايا كان. طب انت كان لو كان عندك تصميم بلون واحد وعملتي له انت هنا زي ما احنا عملنا كده تحويل بسرعه التريسنج زي ما انا عملت، ما هيطلع زي. وبعدين انت لما تعملي هناك يعني هتعملي اللوجو هناك ليه؟ ما خلاص احنا قلنا دلوقتي احنا دخلنا في الالستريتور، فالمفروض الاقوى في الموضوع اللوجوهات ده الالستريتور مش الفوتوشوب. طب ما عمرك ما هتعملي بقى لوجو على الفوتوشوب وتجيبي تحوليه هنا عشان تعملي التريسنج. يعني هو ما بيحطش لون يا ساره دلوقتي، هو بيشوف الالوان اللي عندك ويبدا يطلعها لك. هو حط اللون في الثانيه، هو ما حطش الالوان. يعني احنا دلوقتي لما عملنا دي حط الوان من عنده، ما حطش الوان من عنده لما عملتها هاي فيداليتي، هي الالوان اللي موجوده هنا خد منها صح كده؟ يعني هو مش بيالف الوان او مش هيديكي درجات الوان ثانيه انت مش عايزينها مثلا، لا هي دي الالوان بتاعتك موجوده. احنا جربنا دول، يعني نشوف مثلا واحد ثاني كده بسرعه. ايه ده؟ عملنا دول ثاني دي احلى صح؟ لا هو برضه يعني دي حسبه معينه بيحاول يحسبها فبتطلع معاك بالشكل اللي احنا شايفينه. هي هتلاقيها برضه مع صور معينه ممكن تكون ايه؟ ليها زي ما احنا قلنا. انا بشوف الاصفار اللي هو ده توصيل. تمام. شفت؟ هي بس عايزه ايه؟ يعني انت فكر انت اللي انت عايزه، انت عايز تعمله ايه؟ ممكن تفكر توظفها في ايه؟ تبدا تستخدم ايه؟ الاوبشن اللي عندك. طيب انا كل ده ما عملتش اوبشن. انا برضه واخده من ايه؟ الامر زي ما هو زي ما بيطلع بشتغل عليه. طيب تعالوا بقى نخش نشوف الاوبشن ده بيطلع منين. إيه؟ هي ليها اوبشن اكتر من كده؟ كل حاجه من دول فيها اوبشن اكتر من كده كمان. قالوا لنا نروح دلوقتي على ويندو، في عندي حاجه اسمها ايه؟ ايمج تريس. من ويندو ايمج تريس ده معناه ان في ايه بيفتح معايا؟ في بانل بتفتح معايا صح كده؟ يبقى في بانل عندي اسمها ايه؟ ايمج تريس. لما تفتح معايا الايمج تريس زي ما احنا شايفين كده، انا دلوقتي عامل سيلكت على راستر ايمج زي ما احنا شايفين. تعال نعمل بقى دلوقتي بريفيو. اول ما تقول له بريفيو هو يعرف على طول ان انت عايز تطبق تريس خلاص. اول حاجه بيطبقها ان هو يعمل ايه؟ الديفولت بتاعه اللي هو بيطلع بتاعنا بالايه؟ الابيض والاسود زي ما احنا شايفين. طيب عندنا هنا فوق نشوف كده في مجموعه من الباتونز كده، دي ايه؟ اوتو كلر، ده نوع منهم خلاص. في عندك هاي كلر، هاي كلر ده هيعادل هاي فيداليتي اللي احنا كنا بنتكلم عليه. فعندك كمان هنا لو كلر تمام كده، عندك جري سكيل، عندك بلاك اند وايت، عندك كمان تعمل ايه؟ تطلع الاوت لاين بس بتاعها. لو ضغطت على الاوت لاين مثلا بس كده بيبدا هو مباشره يحاول عشان نعمل بريفيو يطبقه على طول. طب لو عملت قلت له دي ايه؟ عملت جري سكيل مثلا، مش دي ايه؟ يعني هيطلع لي النتيجه اللي انا كنت عاملها بالجري سكيل. يبقى انت من فوق هنا تقدر برضو تختار مباشره الاوردر اللي انت عايز تطبقه على الصوره بتاعتك. خلاص فانا كده طبقت اي نوع منهم زي ما قلت لكم هنختار النوع اللي احنا عايزينه. طيب لو انت استخدمت واحد منهم زي مثلا حتى الجري سكيل ده، فالمفروض ان يبقى في اوبشن كمان معايا هنا. طبعا الجري سكيل اهو ممكن تاني ترجع تجيب اللي كان المجموعه اللي كانت فين؟ اللي كانت هنا دي اللي هي الهاي فيداليتي اللو فيداليتي 3 و6 و16 ومش عارف ايه والكلام ده كله موجود عندنا خلاص. انت عايز دلوقتي تشوف ايه؟
الرؤيه اللي انت بتشوفها دلوقتي ممكن انا دلوقتي عايز التريسنج ريزلت ماشي يبقى دي النتيجه اللي هتحصل من التريسنج. ممكن انت تغير تبقى عايز التريسنج ريزلت ويز اوت لاين. لما تشوفها انت بالاوت لاين يمكن تاخد فكره شويه عن المسارات او المسار اللي هو رسمها عشان يكون لي الصوره زي ما احنا شايفين. خلاص طيب ممكن اشوف الاوت لاين بس ممكن اشوف معرفش الاوت لاين ويز سورس ايمج يعني اشوف الاوت لاين على السورس نفسها يعني دي كلها ايه وسائل العرض اللي قدامي ده زي ما انت عايز تبدا بدل ما بينهم. خلاص المود بتاعنا ايه جري سكيل ولا كلر ولا بلاك اند وايت يعني ابيض واسود. طيب بصوا انا كمان لما هعملها كلر اقدر كمان اخليها عدد الوان معين ماشي يعني احنا دلوقتي عندنا الالوان اللي هم احنا قلنا 3 6 16 صح كده افرض انا عايز 18 يبقى كل ده اوبشن ايه موجود معايا اقدر اطبقه على الصوره بتاعت الراستر. انا دلوقتي عملتها كلر اهي والكلر دي انا عامل من هنا اوتوماتيك او ليميت او فول تون اختار اللي انت عايزه. خلاص كده يا جماعه ماشي. كمان ممكن تعمل لو في عندك حاجه يعني لايبراري موجود عندك من الالوان ممكن تفتحها. طيب هنا كده انا عاملهم 30 ممكن اقللهم شويه كده يبقوا كام؟ 17 يبقوا 17 يبقى احنا عندنا فرصه كمان ان احنا نعمل ايه؟ نقلل او نزود عدد الالوان بتاعتنا اللي هو بيعمل بيها ايه؟ النتيجه بتاعت التريس. طيب احنا هنستنى لما هو يطبق التريس اللي هو عمله ده ونشوف ممكن نعمل ايه تاني. طبعا بديهيا كده مجرد ما انا غيرت حاجه يبقى البريسيت اللي هنا هتتغير تبقى ايه؟ كاستم زي ما احنا شايفين. طيب كده هو عملهم لي بكام؟ 17 ب 17. طيب تعالوا نشوف ادفانسد هنا فيها ايه كمان؟ بصوا بقى يعني هو عمال كمان ايه يديني اوبشن اكتر زي ما قلت لك. الاوبشن اكتر ده ايه؟ الباسز اللي طالعه عندك المسارات اللي طالعه عندك. تعالى نخش كده نشوف التريسنج ريزلت ويز اوت لاين المسارات اهي باينه معاك. طيب المسارات دي كمان انا ممكن ازودها. لما ازود المسارات دي ايه اللي يحصل؟ المفروض ان الجوده بتاعتي برضه هتزيد صح كده ولا قللتها؟ جوده الصوره اللي حصل لها تريسنج قد ايه؟ تمام كده؟ طيب الكورنرز دي ممكن تعمل ايه؟ كورنرز دي الكورنرز بتاعت ايه؟ هتبقى بتاعت تمام كده. يبقى الباسز بتاعتنا دي هيبقى ليها ايه؟ نقاط. في بعض النقاط اللي هي الانكور بوينت يعني بعض الانكور بوينت دي هتبقى عباره عن كورنر انكور بوينت مش سموث انكور بوينت صح كده؟ فهو ممكن كمان يخلي لي ايه؟ يقلل لي الكورنرات دي ولما يقللها يبقى هو يخليها تبقى اكتر ايه؟ سموث صح كده؟ ولو انا زودت الرقم بتاعي هتبقى اكتر ايه؟ حديه صح كده؟ تمام. يبقى احنا ممكن كمان نتعامل مع الشكل بالكيفيه. كل دي حاجات زي ما قلت لكم ليها علاقه بالمسارات وليها علاقه بان انا اظبط النتيجه بتاعتي اللي انا عايز احصل عليها. لو انا طلعت النتيجه بتاعتي دي النتيجه بتاعتي خلاص ماشي. النتيجه دي لما اجي امسكها واتحرك بيها هتتحرك كلها مع بعضها صح كده؟ طيب اعمل ايه عشان افكها؟ عايز احررها اعمل ايه؟ بحرر بإكسباند الاول صح كده؟ احرر الاول بإكسباند وبعد كده بعمل انجرو مظبوط كده؟ طيب اكسباند ممكن تلاقيها منين؟ من اوبجكت صح كده؟ وتعمل اكسباند مظبوط كده؟ او واحنا حتى لسه واقفين هنا على الكنترول بانل هنا موجود عندي ايه؟ اكسباند. ندوس على اكسباند كده هيبتدي يعمل ايه بقى؟ يحرر لي التريسنج اللي حصل. انا كده خلصت يا جماعه اهي ماشي؟ انتوا خدتوا بالكم طبعا ان الاكس اللي كانت موجوده راحت فين؟ خلاص بقى راحت لان دي كده دلوقتي ما بقتش راستر ايمج اصلا مظبوط؟ دي دلوقتي بقت ايه؟ بقت فيكتور تمام كده؟ طيب لو انا عايز امسك مثلا جزئيه معينه زي دي مش عايزه تتمسك كل ما اجي امسك حته مش عايزه تتمسك اعمل ايه؟ انجروب صح كده؟ طيب هاخد انا دي كده اعمل لها ايه؟ من الاوبجكت برضه اعمل انجروب او كليك يمين ونعمل انجروب او باي وسيله احنا بنعمل. هل دلوقتي هي بقت اتفكت؟ تعالوا نجرب كده. ها في حاجه كده بتتمسك لوحدها صح كده؟ اذا كده دلوقتي هي اتفكت معايا. طب تعالوا نمسك الابيض ده مثلا انا دلوقتي ماسك الابيض لو عملت ديليت يبقى انا كده عملت ايه؟ شلت الخلفيه بتاعتي عشان البنت دي لما تتحط عندي في التصميم يطلع وراها حاجه تبقى فيها علاقات بينهم وبين بعض ما يبقاش دايما في الخلفيه بتاعتي اللي هي كانت بتطلع من الجي بي جي دي. ممكن اشيل دي كمان اهي خلاص دي كده البنت اللي احنا عايزين نتعامل معاها. طيب خليني دلوقتي مثلا اقول ان انا عايز احدد وليكن مثلا المنطقه دي المنطقه دي هل اقدر احدد كل المناطق اللي بنفس اللون؟ ازاي بقى؟ دايركت سيلكشن. دايركت سيلكشن بتمسك بوينت ماجيك صح؟ الماجيك واند مش احنا قلنا في الماجيك واند في اوبشن عندي ان انا اختار
كل المساحات اللي موجودة في الملف بتاعي اللي متشابه في الستروك او اللي متشابه في الفيل. طيب خلينا الاول ندوس هنا دبل كليك عليها عشان الاول اقول له ايه، انا عايز كل المساحات اللي بالايه اللي تتشابه بالفيل كلر، صح كده؟ وبعدين ايه الرقم بتاع التورنس بتاعي اظبطه. طب تعالوا نجرب كده، لو دوسنا هنا في حاجه تانية اتعملت معاها نجرب كده لو عدينا شويه. على كل حال بصوا انا بس عايز اوريكم ان احنا نقدر نمسك شكل معين يعني. طبعا انا هعمل دلوقتي انجروب تاني زي ما انا عملت الاول، خلاص امشي على اللي انا عارفه يعني. دي كده لو انا دلوقتي قلت له اعمل لي دي كده غيرها خليها تبقى باللون الفلاني، مش نقدر كده نغير بقى في التلوين وفي التحديد والحاجات دي كلها اهو. ممكن مثلا اجمع انا كم مساحه كده، المفروض انا التجميع اللي انا بعمله ده كان المفروض يطلع بالماجيك واند ماشي، واخليهم مثلا كده. يبقى انا كده ايه قعدت تلوين حاجه انا عملت لها تريسنج دي، او ممكن حتى تكون ايه حاطط لها ماجيزين الملابس. خلاص ماشي يا جماعه. يبقى كان الغرض كله من الموضوع ان انا لما احول الصوره دي اقدر كمان اعمل ايديتنج على الاستليتور، لما الاول اعمل اكسباند وبعد ما اعمل اكسباند اعمل انجروب واقدر امسك كل مساحه لوحدها. الشكل اللي انا عملته من الفكيته صح كده، خدوا بالكم بقى عشان انا يعني ممكن لما اجي انقل ما اعملش سيلكت عليه كله، اعمل كده اروح مثلا ماسح دي بس كده، خدوا بالكم ان هو مفكوك يعني ماشي. فاحنا ممكن بعد ما نلونه وهو في مكان نعمل له جروب ماشي. انا ما عملتش جروب، هو كده ممكن يطلع يعني، ممكن يكون عايزين نحط دي بقى دي اللي نعملها جروب، واخد دي بس هي اللي انا عامل هنا تصميم استعملها في التصميم. طيب خلينا نشوف بس ايه حاجات تانية ممكن نستعملها فيها. زي ما قلت لكم انا وريتكم دلوقتي دي نغيرها ازاي، ده كان لاين ارت. طيب هل ممكن استعمل ديت مع التكست مع الكتابات يعني، ينفع ولا ايه؟ يعني لو جبت مثلا احنا طبعا عندنا خطوط بتبقى مكتوبه بطريقه زخرفيه طبعا عشان احنا برضو نعملها، المفروض ان احنا نقعد نمشي برضو حواليها بالباص، لان ربما يكون الفونت ده مش موجوده فونت يعني، دي كده مش موجوده فونت. بكل بساطه كده لو انا جبت الصوره بتاعتي زي ما احنا شايفين اعملها هنا بلاك اند وايت تمام. في عندك كمان اوبشن هنا اسمه ايه اجمر وايت. يعني ايه اجمر وايت؟ اتجاه الابيض. اتجاه اللون الابيض. طيب تعالوا نعمل دلوقتي ريفيو تحول تاني. خلاص النتيجه اللي طلعت عندي بقى ممكن نعمل لها اكسباند وبعد كده نعمل لها ايه انجروب. في حاجه هنا بتتمسك، ده معناه ان مفيش ابيض ماشي. في اوبشن تاني عندنا اسمه ايه اجمر وايت، ادي الشكل بتاع خليت مننا وقت مفيش خالص اهو زي ما احنا شايفين. وبعدين ممكن كمان بعد كده نقدر لما تفكت كده ممكن نعيد تلوينها مثلا دي مثلا كده، ممكن انا اعيد التلوين بتاعي تاني. لون بقى مثلا زي ما انت عايز كده، هنلون الاشكال بتاعتنا نبتدي ناخدها ونتعامل معاها. اسلام كان بيقول دلوقتي ان احنا كمان لما نفك شكل كده ممكن نستخدم معاه الشيب بيلدر صح؟ كانت عندي في مساحات متجاوره مع بعضها وانا عايز اجمعهم مع بعض او اطرح منهم حاجه او اقص منهم حاجه، اقدر برضه اتعامل معاها بنفس التكنيك. طيب الاوبشن اللي انا عملته ده كله بيحول الصوره الراستر ايمج لفيكتور ايمج زي ما احنا شفنا التريسنج ده. في عندنا اوبشن تاني صغير كده فايل بيس تاني، وهجيب الصوره بتاعتي اللي هي نجيب مثلا دي. طبعا انتوا بتحاولوا شايف حد بيحاول يرسم، ممكن اعمل اجنور وايت برضه، انا مش عايز الايه؟ مش عايز الابيض صح كده؟ طيب اختار من هنا انا عايز اعمل سكتش مثلا ولا هو بلاك اند وايت؟ سكتش ار اوكي. بس خد بالك انت لما اخترت سكتش انت اخترت معايا ايه؟ من هنا بلاك اند وايت صح كده؟ طيب ادي نتيجه هتطلع معايا لما يكون انا شغال سكتش ارت مع بلاك اند ايه؟ اند وايت تمام؟ طب تعالى نغير دي نخليها تبقى جري سكيل. يبقى انا محتاج ابقى فاهم الصوره بتاعتي اللي انا بحولها دي عباره عن ايه، عايز اطلع منها ايه، اقدر انا اغير منها كده. النتيجه كويسه النتيجه كده افضل. فشوف بس انت عايز تطلع عنها نتيجه وشكلها ايه والكلام ده كله، بعدين نبتدي ندور. طيب نعمل اكسباند تاني. طبعا عملت اكسباند بعد كده، طبعا لو حركنا هنا كده في ابيض يا جماعه، الدرجه اللي طالعه دي مش ابيض فيو يعني، مش ابيض ابيض يعني، برضه في درجه رمادي عشان كده هو بقاها معايا خلاص. على الرغم من كده برضه انا ممكن بعد ما عملت اكسباند اعمل الجروب وامسك المساحات امسحها من هنا خالص اذا كنت انا مش عايزها زي ما احنا قلنا. يبقى ادي الشكل بتاعي، نقدر بكل سهوله ويسر نطلع النتيجه اللي احنا شايفينها. طبعا النتيجه دي اعتقد ان هي نتيجه كويسه جدا.
طيب هنعمل ملف جديد كوماند ان. الملف ده برضو اعمل بليس بس للبنت اللي انا كنت مختارها دي، صغرها كده. في عندي اوبشن تاني بيحول برضو الصوره دي لايه؟ لتريس، بس بطريقه غريبه كده. ماشي، يعني هيديني تاثير ويحول تريس في نفس الوقت. لو دوس على الاوبجكت في حاجه عندي اسمها كرييت موزايك اوبجكت موزايك. بصوا معايا كده، ادي الصوره اهي. بس هو زي ما انتم شايفين هو عايز الصوره تبقى ايه؟ امبيد على الملف، مش عايزها تبقى بره. خلاص، يعني الاوبشن ده هيشتغل لما الصوره تبقى امبيد على الملف. خلاص، نعمل اوبجكت موجود على الملف مش معموله ليه. يعني انا دلوقتي لما عملت بليس هنا فايل وبليس، في الاول كان في تشيك قدام اللينك. احنا قلنا في الاول خالص ان انا الصوره طول ما يعني لما انا اعمل لها تشيك عند اللينك دي، ده معناه ان هو بيقراها من السورس الاصلي اللي على الجهاز، مش بيقراها من على الملف. هنا لما احددها احاول كده استخدم بقى الاوبشن اللي هو اسمه اوبجكت موزايك. الاوبجكت موزايك ده هيقول لي انت عايز النمبر اوف تايب بتاعتك كام. نشوف كده، لو حطينا مثلا 20 هنا و20 هنا او 10 او 10 مش هتفرق. دوس اوكي. ايه اللي حصل دلوقتي؟ نرجع تاني، نعمل تاني كده، نخلي دي مثلا 75 في 75 مثلا، اي رقم كده. هنشوف يعني نشوف النتيجه هتعمل ايه. خدوا بالكم، انا كل ما هكبر الرقم كل ما هياخد مني وقت اكتر زي ما احنا شايفين. الاوبجكت الموزايك ده بيعمل ايه؟ تمام، يعني هو دلوقتي حابب يعمل لي ايه؟ كذا قطعه كده، صح؟ كذا قطعه، القطعه دي هتبقى متوزعه على الصوره بتاعته. تحت كل قطعه هيبقى فيه طبعا الوان من الصوره، فهو هياخد اقرب لون من او يجمع اقرب الوان موجوده في المنطقه دي ويحطها هو فوق زي ما احنا شايفين. خلاص يا جماعه؟ طيب النتيجه دي انا ممكن لما احرك كده، ايه ده؟ وهو ساب اصلا الصوره بتاعتي، وهو خد اساسا منها وطلع لي الايه؟ النتيجه اللي قدامنا. ماشي؟ خد بالك بقى كمان ان هو اللي طلعه ده هو حوله لفيكتور. الفيكتور اللي هو حوله ده عباره عن مسارات. المسارات هنا شكلها عامل ازاي؟ القطعه المستطيله اللي قدامنا. الثانيه هناك في التريسنج كان بيقعد يلف ويعمل مسارات منبعجه فيها اي حركه ايا كان، حسب عشوائيه حسب الشكل بتاعها. انما انا عندي هنا هو بيحط لي مربعات بالارقام اللي احنا زي ما قلت لكم محددينها. طبعا انا ممكن اغير الارقام من التول، يعني في العرض وفي الارتفاع اغير ارقام زي ما انا عايز. المهم في الاخر بتطلع النتيجه زي ما احنا شايفينها. النتيجه دي مقبوله بالنسبه لكم او مش مقبوله، ده طبعا زي ما قلت لكم امر بيرجع للديزاينر اللي بيشتغل هو اللي بيقول اذا كانت عاجبه ولا لا. طيب النتيجه اللي طلعت معايا دي كمان مش عارف هل انا ممكن اتعامل معاها بالاداه دي، ممكن ولا مش ممكن؟ ده بناء على ايه؟ الدايركت سيلكت تو ده بناء على ايه؟ على ان زي ما انا بقول لكم هو دلوقتي حول الصوره دي بقت فيكتور. الفيكتور ده عباره عن مجموعه مسارات، كل مسار منهم المستطيل بتاعنا ده، والمستطيل بتاعنا ليه اربع نقط انكر بوينت. ممكن كل انكر بوينت منها امسكها بالدايركت سيلكشن تول وابدا اغير في مواضيعها زي ما انا عايز. فانا ممكن كمان اعمل اديتنج على النتيجه اللي طلعت لي. لو انت عايز التفاصيل كمان اللي في الصوره هنا تطلع ادق من كده، فانت المفروض انت هتزود عدد. كما لو كنت انا بعمل ايه يا جماعه؟ بحط ريزوليوشن بتاع صوره راستر ايمج. واخدين بالكم؟ اكيد اكنها كده هتبقى تقيله قوي جدا، يعني ممكن تقعد معاها. احنا زودناها قوي لحد ما تطلع قريبه كده هتاخد مننا وقت كبير قوي. طيب نقول حاجه ثانيه برضو في الموضوع. انا عندي برضو دي النتيجه اللي طلعت معايا دي، عندي في الايفكت هنا الايفكت بتاعتي في حاجه اسمها ستايلايز. ماشي، جوه ستايلايز دي في حاجه اسمها راوند ايه؟ كورنرز. ماشي كده؟ راوند كورنرز دي يعني هتعمل ايه؟ من معناها كده تعمل ايه؟ اذا كان انت عندك الكورنر بتاعتك، النقط بتاعتك عامله كورنرات، عامله زوايا كده، هي تحاول تخليها تبقى ايه؟ راوند. تمام كده، هتخليها سموث شويه. فتعالوا نجرب كده. لو عملناها هيقول لي طبعا انت عايز تعملها في قيمه قد ايه؟ يعني الراديوس بتاعك قد ايه؟ ممكن نعمل ريفيو عشان النتيجة بتاعتنا تبان. طبعا أنا ربما كنت محتاج أكبر شوية بس مش مشكلة، خلينا نعمل أوكي دلوقتي. خدتوا بالكم إيه اللي حصل؟ ماشي، يبقى أنا كمان اللي أنا بطلعه لو أنا فكرت كمان إن أنا أضيف عليه أي إفكت من بره خارجي ممكن يديني شكل زي ما إحنا شايفين كده. خلاص؟ دي كده المفروض إن هي عبارة عن جروب، صح كده؟ هي دلوقتي عبارة عن هي فيكتور، هي عندي مجموعة من الأوبجكت اللي هي المستطيلة أو المربعة زي ما إحنا قلنا، وهي عباره عن جروب طالع معايا. الجروب دوت انا ممكن افكه. لو فكيت الجروب ده انا ممكن مثلا اروح على النقطه دي تحديدا مثلا واروح مغير لونها مثلا كده، اتغيرت معايا. ها، يبقى انا كده اقدر اعمل كمان اديتنج للاشكال بتاعتي.
النتيجة اللي طلعت معايا دي انا ممكن اعملها ايه في المكان. طيب نرجع تاني نمسك دول ونحاول نشوف لو عملنا الستايلايز ده، خلينا الراوند كورنر خليناها بقيمة مثلا وليكن 10، جرب كده مش عارف هيطلع ايه. ها خدتوا بالكم؟ بصوا طلعت الاشكال معايا عبارة عن دوائر ازاي؟ طب ربما يكون ده تأثير برضو انا ممكن استفاد بيه. احنا مش كل التصميمات بتاعتنا كلها بنبقى عاملينها ايه صريحة قوي كده، والصور فيها لازم تبقى صريحة. ربما احيانا انا استخدم اساليب معينة او افكتات معينة على الصورة عشان تديني شكل مختلف زي ما احنا شايفين. وطبعا ممكن زي ما قلنا برضو انا ممكن اجمع مجموعة من الحاجات اللي هنا دي وامسح منهم بعضهم كده مثلا عشان يديني شكل جديد ولا حاجة كده. ربما اكون انا بعمل نوع من انواع التشكيل كده ولا حاجة. بس المهم بعد ما تخلص انت الظبط بتاعك والايديتنج دوت، حاول دايما تلمهم تاني تجمعهم في جروب عشان لما تحب تنقلهم وتكبرهم وتصغرهم، لان لو واحده كبرت يبقى في مبالغه عن الباقيين، هيطلع الشكل طبعا مش منتظم زي ما احنا شايفين. دي كل المعلومات اللي حبينا نقولها عن التريس. وادي اوبشن تاني هسيبكم بقى نجرب كده الجزء دوت، ولو حد عنده سؤال ممكن يسأله.